اللاعب الذي يدخل الآن فرانسيس أمبان موبورو. المحاولة كانت رائعة، والهدف الأول لمنتخب كوت ديفوار عن طريق اللاعب رقم 11. اللاعب رقم 11 يسجل هكذا هدف جميل 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 جميل. سجل الهدف الثاني وتصبح الهجمة إيفوارية، تصبح الهجمة إيفوارية. وكورة يا سلام على هذه الكرة الجميلة، يا سلام على هذه الكرة الجميلة، وهذه الطريقة الجميلة التي سجل بها الكابتن اللاعب رقم 13.